السلام عليكم، تحية طيبة جديدة ومتجددة، الزفلة والزفلة الجميع. اليوم اكتشفت حاجة، وكي نكتشف حاجة نقولها لكم نتقاسمها معاكم ونضحكوا. دروك اكتشفت علاش هنا جزائريين لأصلهم من المروك، وهي ماشي جزائريين أصلهم من المروك لأنه قديما يعني كانت منطقة واحدة. الجزائريين اللي كما نقولوا حنايا جدودهم في المغرب ولا اصلهم من المغرب ولا يجيب شهاده الميلاد من المغرب، مغاربه في الجزائر. علاش؟ وكاين اللي ما كاين اللي هو اصله من المغرب ويكره المروك ويلعبها يكره المروك وما يبغيش المروك ومنه وهادي. فانا كنت نتساءل على زعما هذا الاحتقال للمروك، فاكتشفت بانه الامر بسيط، ان يعني المروك هما يعني فيهم واحد 30-40% يعني انسان اصلهم من السنغال، حيت هما يجيو دي براو يجيو كشغل دي زافريكا يجي قهويين كثر من هادو. اكتشفت زعما هكا لو هي نورمالمون هاد الشيء ما يشكلش عقده. نورمالمون واحد من المروك يكون عايش في الجزائر، ولا الجزائري يكون عايش جزائري واصله جزائري عايش في المروك واصله من الجزائر، نورمالمون ما يشكلوش عقده. فاهم؟ خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. مفروض هاد العقد ما تكونش، بويسكو هاد السنغاليين اللي هما في الاصل السنغاليين مسلمين وفيهم امازيغ، بويسكو جاو يعني داروا مملكه ولا طلعوا للمروك ولا سي لوجيكمون كاينين في الجزائر، لوجيكمون كاينين في الجزائر. يعني انتشار الامتداد تاعهم مستحيل يكون في المروك وما يكونش في الجزائر. كما الكراغله الامتداد تاعهم كاين في الجزائر وكاين في المروك، كاينين الناس كراغله في المروك. داك النهار قلت لكم باللي فاسو مكناس يهضروا بالاو ياك، فاسو مكناس فاسو فاسو مكناس يهضروا بالاو كما الكراغله في تلمسان. ف مين باغي ما تكونش كاينه عقد ياك، باغي ما تكونش كاينه عقد لانه كلنا من ادم وادم من تراب. ف يعني كاروغلي هو تركي والسنغالي هو افريقي امازيغي هكا ولا افريقي. ف يعني ما كاش عقده يعني تركي كاروغلي ولا سنغالي، مفروض انسان هذا بسيط. يعني جزائري المغربي من اصول جزائريه اللي عايش في المروك وزاد في المروك، مفروض كيقولوا له كاروغلي عادي. والجزائري اللي عايش في والمروكي اللي عايش في الجزائر المفروض كيقولوا له انت مغربي، وهو يحس باللي من السنغال المفروض عادي، انه هادو بشر في النهايه، هادو بشر في النهايه، هادو بشر. حنا نشوفوا باللي هادو اللي نقولوا عليهم ولا تقولوا عليهم الكراغيله هما ناس يعني في الاخلاق وفي الاخر يعني دايرين يعني متفوقين في العمل وفي الجديه. والسنغاليين ايضا، السنغاليين في تاع المروك وتاع الجزائر والكراغيله تاع المروك وتاع الجزائر يعني ناس مربين وخلوقين حب الوطن يعني وهي في النهايه لزوج بلدان متخلفه ولزوج عبيد تاع فرنسا. اين هو المشكل؟ يعني نورمال انت كمغربي عايش في الجزائر ولا وليت في الجزائر من حقك تقول انا مغربي، ماشي عقده. لا بغا تكون سنغالي ولا كالوغلي ولا امازيغي ولا عربي ولا موريسكي. ف يعني هاد العقد هي عقد تاع الاستعمار، عقد فرنسيه المفروض ما تكونش كاينه. فهذه هي تحيه للاخوه الكراغيله والسنغاليين، تحيه الاخوه الاتراك والسنغاليين، الاتراك مسلمين والسنغاليين مسلمين وعايشين وفيهم فئات في شمال افريقيا في تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المروك. فعقد
الاستعمار هذه ليست يعني كما يقولون عقد الاستعمار، ينبغي العقدة، ويعني الشخص البهلول هو القهوي، والقهوي ليس لديه عرق ولا جنس ولا ملة ولا تفكير ولا أي شيء. القهوي هو الإنسان المنبطح البردوع البغل مبغل الحمار العميل اللي يدمروه اللي ما عندوش عقل. والقهوي موجود، القهوي ليس موجود فقط في المغرب والجزائر، القهوي يمكن تزوجده في أي مكان، لكن القهوي درجات، فخطورة القهوي في الجزائر أو المغرب تختلف عن خطورة القهوي في يعني لا أعلم قهوي في أوزباكستان. إذن القهوي هو ليس عرق، القهوي هو بنادم وإيديولوجيا ومنهج ما يصلحش، فيه جينات العبودية، فيه جينات البخس، فيه جينات النفاق، فيه جينات الرخص، فيه جينات الطحين، فيه جينات الشيتة، فيه جينات التمنقيش، فيه جينات الدياتة. هذا هو القهوي، والقهوي تاع الجزائر والمروك قهوي قهوي، لكن خطورة القهوي تاع المروك وتاع الجزائر هو خاصة تاع الجزائر هو أنه بون قهوة المروك أنا ما عشرتوش هضر على الجزائر، هو أنه يعني قهوي فرنسي، ف يعني واحد الشكل تاع الإنسان اللي ما يركبش على إنسان، فهنا خطورة، وهنا يعني يجب التغيير، وهنا يجب النظر بعين الاعتبار لهذا البنادم اللي هو القهوي. يمكن يكون إنسان أبيض، يمكن يكون كحل، يمكن يكون مارو، يمكن يكون من السنغال، يمكن يكون من أوروبا، يمكن يكون تركيا، من العرب، من الأمازيغ، لكن دينمو عنده الخراف في الدماغ، عنده الفضلات في الدماغ، فهو إنسان قهوي فرنسي. والقهوي درجات، قهوي فرنسي هذه علامة تجارية من الجزائر، وتجد القهويين شوية كولر ماشي فرنسي، تجد كذا وكذا. فالعيب ليس أن تكون تركي أو سنغالي أو كاروغري أو سنغالي أو كذا أو يهودي، العيب أن تكون قهوي وتفتخر بقهوية. أود القهوة.